طيب احنا جهزنا تقرير اعزائي المشاهدين عن طبعا الفريق وعن بطولاته السنه دي، خلينا نشوف التقرير ده وارجع لحضراتكم تاني. نجح الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني يحيى يوسف في التتويج بلقب بطولة منطقة القاهرة على حساب نادي الشمس في النهائي الذي أقيم أول أمس على صالة المركز الأولمبي بالمعادي، ليحقق المارد الأحمر لقبه الثاني خلال أقل من شهر بعد فوزه بلقب بطولة كأس مصر على حساب غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 27-20 في اللقاء الذي استضافته صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر. واستهل النسر الأهلاوي رحلته في استعادة لقب بطولة المنطقة بالفوز على المعادي 25-12، ثم تبعها بالفوز على الجزيرة بنتيجة 31-12، وأعقبها الفوز على الطيران بنتيجة 35-24، ثم اكتساح هليوبوليس بنتيجة 35-10، قبل أن يهزم هليوليدو بنتيجة 23-9، وتلاها الفوز على الزهور بنتيجة 24-8، ثم كان مسك الختام أمام نادي الشمس بنتيجة 22-19. وكانت المباراة النهائية أمام الشمس ملحمية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، عقب عودة الفريق من التأخر في النتيجة مع نهاية الشوط الأول 12-10، قبل أن يعدل الفريق من أوضاعه ويحقق الفوز والتتويج باللقب الغائب عن خزائن الأهلي منذ عام. ويأمل الشياطين الحمر في حصد لقب دوري العمومي لتحقيق الثلاثية وعودة البطولات من جديد لأحضان العملاق الأهلاوي والذي طالما هيمن على بطولات كرة اليد المصرية النسائية.